مبدئيا الفيديو كليب نور عامل صدى مهم جدا للجمهور المستهدف له، وصلكم الرد الفعل ده؟ الحمد لله الحمد لله. الفيديو او الكليب نزل في اول ساعات لي عمل 500,000 مشاهده، في 3 ايام عمل 3 مليون مشاهده، فبصراحه فاق كل التوقعات. احنا كنا حاسين ان في كليك كده في الاغنيه ممكن يعني يستقبلها كثير من الشباب، كنا بنستهدف الشباب في هذه الأغنية لأن الفكر أو الجيل اللي طالع هو اللي عايزين نغير فكره، مش يعني خلاص صحيح. جربنا بكل الوسائل تغيير الفكر اللي خلاص يعني مش هيتغير، فالهدف من في الأغنية دي إن احنا نشوف المساندة لجيل طالع وجيل واعي بقضية المرأة، مش بس كده مساندة زوجته وخطيبته في المستقبل. صح، ده بيدل على نجاح، مش بس نجاح العمل، نجاح يعني في جيل كبير من الشباب طالع واعي بهذه القضية. طيب يعني ساعة ما شفت الفيديو كليب بتاع نور ده حسيت انه يمكن يكون المجلس القومي